أشار خبراء إلى أن مجلس النواب الأردني لم يشهد منذ 29 عاما أي مناقشة للاستقالات النيابية تحت القبة، وذلك منذ عودة الحياة البرلمانية عام 89. فتحت استقالة النائب صباح الحباشني الباب التاريخي لملف الاستقالات النيابية والتي مضت على مناقشتها 29 عاما، وجاءت هذه الاستقالة احتجاجا على السياسات الحكومية الاقتصادية. محللون أشاروا إلى أن مجلس النواب لم يشهد منذ عودته للحياة البرلمانية عام 1989 سوى استقالتين تمت مناقشتهما تحت قبة المجلس، مؤكدين أنه كان هناك عشرات النواب المقدمين لاستقالاتهم لكنها لم تناقش تحت القبة وكان يتم سحبها قبل ذلك. الخبراء يرون أن عدد النواب المقدمين لاستقالاتهم عدد قليل، وهذا لوجود اتفاقيات وضغوطات رسمية تمنعهم من تقديمها، علاوة على ذلك الضغوطات الشعبية التي تؤكد أن النواب هم من يقررون مصير المنظومة التشريعية التي تيسر حياتهم بالشكل الصحيح. أما النظام الداخلي للمجلس وبند الاستقالة فيه فتنص المادة 172 أن على كل عضو يريد الاستقالة يقدم استقالته خطيا للرئيس دون أن تكون مقيدة بأي شرط، وعلى الرئيس المجلس أن يعرضها على المجلس في أول جلسة تالية ليقرر قبولها أو رفضها. أما بالنسبة للمادة 173، على النائب المستقيل أن يرجع عن استقالته بكتاب خطي يقدمه إلى الرئيس قبل صدور قرار المجلس بقبولها.